السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناه مستر كريبتو، فيديو جديد على قناتنا، القناه المهتمه باخبار العملات الرقميه. ارتفاع كبير لعمله تيرا لونا كلاسيك اليوم، وتجاوز الارتفاع اكثر من 40%. بالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن سبب الارتفاع وشو تحليل العمله وين المقاومات القادمه. اما باش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناه. خليكم معنا لهذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. اول اصدقائي، خلينا نتكلم عن حرق عمله تيرا لونا كلاسيك. طبعا خلال الايام الماضيه تقريبا من 48 ساعه الى حد الان، منصه باينانس حرقت تقريبا 1,100,000,000 قطعه من عمله تيرا لونا كلاسيك. طبعا هذا الشيء ما ادى لارتفاع عمله تيرا لونا كلاسيك، لكن الخبر الكبير اليوم كانت من مطوري عمله تيرا لونا كلاسيك. وطبعا اقترحوا مطوري عمله تيرا لونا كلاسيك ترقيه بشبكه البلوك تشين الخاصه بعمله تيرا لونا كلاسيك. هاي الترقيه راح تكون الترقيه الاكبر من لحظه تولي مجتمع عمله تيرا لونا كلاسيك مسؤوليه البلوك تشين. طبعا اصدقائي، انهيار عمله تيرا لونا كلاسيك كان في شهر مايو الماضي، يعني في شهر 5 من العام الماضي. طبعا مر تقريبا عام على انهيار عمله تيرا لونا كلاسيك. طبعا بالاقتراح الجديد لعملة تيرا لونا كلاسيك هو بناء مشاريع على عملة تيرا لونا كلاسيك، يعني في عملات وفي مشاريع راح تنبني على شبكة تيرا لونا كلاسيك، وراح ترجع على الشبكة مثل ما كانت بالسابق، عملات بتنبني على هاي الشبكة. طبعا بعد استلام المجتمع، كانت مجتمع العملة او كان شبكة العملة عبارة عن شبكة من اللاير الثاني، لكن بعد التطوير راح تكون مماثلة لشبكة تيرا 2.0 اللي هي عملة تيرا لونا الجديدة، وطبعا راح توافق كمان مثل شبكة الكوزموس. وبالتالي راح يسمح للمشاريع والمطورين ببناء مرة أخرى على شبكة عملة تيرا لونا كلاسيك، وهذا الشيء راح يؤدي في زيادة لحرق عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا أصدقائي، راح يبدأ التصويت على هذا المشروع أو هذا التطوير في يوم 7 يونيو، يعني بعد 3 أيام من الآن. وإذا تم الموافقة من قبل المجتمع على هاي التطوير، راح يتم بدء التنفيذ والتطوير في يوم 14 يونيو، يعني بعد 10 أيام من الآن راح تكون شبكة تيرا لونا كلاسيك مطورة وجاهزة لبناء المشاريع عليها. وهذا الخبر أصدقائي اللي كان من تقريبا 22 ساعة أدى إلى ارتفاع كبير بعملة تيرا لونا كلاسيك، وما بننكر أن الارتفاع جاء بعد كسر مهم للترند الصاعد أو ترند الهابط عفوا، اللي رسمناه بالفيديوهات الماضية عن عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا اخترقنا هذا الترند وأقفلنا أعلاه وأقفلنا أعلى الموفينج أفريج 200، وهذا اللي سمح بدخول مزيد من عمليات الشراء على عملة تيرا لونا كلاسيك، وسبب عندي ضغط شرائي كبير على العملة. حاليا المقاومة الوحيدة اللي ممكن توجه لها هي مقاومة 0.3011.5. طبعا لازم نكسر هاي المقاومة، ما نفشل عندها لحتى نرجع مرة تانية لمناطق تقريبا 0.3013، لكن اذا فشلنا بكسر اصدقائي ممكن نعمل اعادة اختبار لمناطق موفينج افريج 200، ويصير عندي انخفاض بنسبة تتجاوز 20%، وهذا الشيء اللي ما بنتمناه كمستثمرين ومخزنين لعملة تيرا لونا كلاسيك. لازم نخسر مقاومة 0.3011.5 او منطقة 0.3012، بهاي المناطق حتى اتوجه لمقاومات تانية اللي هي مقاومة 0.3013.5 الى منطقة 0.3014.5. هاي مناطق مقاومة عنيدة، ما بتوقع انه ننجح بكسرها من المرة الاولى، ممكن يصير عندي هبوط من هاي المناطق، مناطق ال 14.5، ما بتردد بدخول صفقة شورت مع اعادة اختبار مناطق 12.5. اصدقائي، نكون وصلنا لهي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.